النباتات الطبية. طبعا النباتات الطبية هذه فكرنا بمشروع يكون ذات تكلفة قليلة ويكون في منه مردود مليح للبيت، فاجت ببالنا شغلة تجفيف النباتات، لأن النباتات ثروة طبيعية موجودة بالبرية، يعني من غير ما بتدفع أي شيء بإمكانك تجيبها تجففها وبإمكانك تسوقها وتبيعها، وبالأخص السال العالم كله متوجه على الشيء الطبيعي. بدأنا التعليم على الشمعة بشكل عكيس النايلو، مثلا نجيب النبتة مثل هذه هيك ونعلبها ونبيعها بالسوق. بعد فترة سجلت عند المرأة الريفية، طبعا مشكورة دائرة المرأة الريفية ومشكورة وزارة الزراعة على الدعم، دعموني بقرض وقدرت الحمد لله، طبعا عم بتعاون انا وجوزي واسرتي، وقدرنا نجيب مكان التغليف وصرنا نغلف بهالشكل هذا، يعني نفس النبتي نطحنها ونعلبها والحمد لله منتجنا وصل على الصيدليات، نشكر الله. المرأة السورية دائما هي 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 رمز العطاء، رمز القوة، رمز الصمود. هلق ما في أي صمود أي شيء إلا ما كان في مرأة هي اللي عم تحض الرجل على الصمود وعلى العطاء وعلى كل شيء. فهي المرأة هي اللبن الأساسي بالمجتمع. فأي إنسان بفكر إنه هو الرجل بفكر حاله إنه هو أساس بكون غلطان. المرأة هي الدعامة الأساسية، إذا ما في مرأة صالحة وواثقة من نفسها وطموحة ما راح يكون البناء مضبوط.